واحد لقيته بيقول لي بعد اذنك بليز بليز بليز. فانا عملت عليه بقى ان انا بابا لا ده كانوا بينقلوا موميا. فبيقول لي انا كانوا بينقلوا كانوا الامن كان بينقل موميا كانوا بينقل شفته وهم بيغلفوا واحده فانا كنت بصور ولسه بصور له قال اهي برضه صح. فانا ما عملتش فيها مصري ما اتكلمتش عشان ما بانش انا ايه وسكت. قلت لو عارفوا ان انا مصري هيفشخوني. هاي كيب اب بس في ايه؟ عيون تشوفها كده هنخرج من هنا ولا نخرج من هنا؟